الجريح. النادي الأهلي أحسن فريق. النادي الأهلي أهم من أي حاجة في حياتي. كانت الأهلي وقيمة الأهلي وتاريخ الأهلي يخلي الناس كتير قوي تتكلم بيها. هجمة شرسة جدا على النادي الأهلي. ناس كتير اتكلمت إن الدوري في نادي الزمالك دوري في الآخر فين. مكرس عموده في التأليه على النادي الأهلي. الزمالك عايز حكم مصري لأنه محتاج ياخد بطولة السنة. اتعلمت في النادي الأهلي أكتر ما اتعلمت في بيتك في المدارس. النادي الأهلي يستاهل إن أنت تقاتل علشانه. أنا ما أقدرش أروح ألعب في أي مكان تاني غير النادي الأهلي. ده راجل أهلاوي وبيحب النادي الأهلي وبيحب جمهوره. هو ده النادي الأهلي. هو ده اللي أنتوا بتحاولوا تخلونا ننساه ومش هننساه وهتتكلموا تاني هنرد تاني وتالت ورابع.